كثر خاتم هاي بيضبط اجمال ولكن ديالهم ماشي ديال مرتو ماشي ديالو هو. هذا وصلوا تقريبا هنا حتى الجامع حتى المسجد شكرا كثيرا. هذا يعاون جود الصراحة أنا تيعجبني الزيت على على طرقات الزيتون. هذه عاودة كطرقة ديال الدار ماشي هو ديال. يا فعلا. هذاك اللي كيطيب غير الصودا. فعلا. شفت مازال لكم هاد الجهة مازال ما شفتوش هادي؟ لا لا كنشوف شوي شوي. علاش ما درتوش الباش؟ الباش دابا المشكل حنا مضرقين هنا الريح ما كاينش الريح مضرقين اللي تيبغي يدري لينا حيت ما شخصنا نكونوا في العام وزهير. وما الباش تي بحق خاص يعاون. ويلي هادي عاود كنحطوه ديريك صافي صافي. لا نقي دابا هذا شو ما شاء الله. الشجرة هزة ما شاء الله حتى تبلات ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. الله يعاونها سعيدة. ما شاء الله. واش كاين اللي كاين هذا الساعة؟ وراه وقت اللي كاين. والله دابا تاع الزيتون دابا غنات. عيشة خلاوك بوحدك هنا. إوا تانا تندبز غي أنا بوحدي لي. خليهم هما لهيه أنا عاوتاني هنايا. الله يعاونك. إي واش غادي. واحد القطيطة تاهي. تيتو. ميو ميو ميو. اجي بس 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 بس. جوج لا تبارك الله هزة. صغيرة ما فيها جمجمة. لا فيها. وعليكم السلام. اهلا والله يسلمك الله يبارك فيك. بخير. دابي ضرومة. ما شاء الله. قلت لك سعيدة حتى هذوك اللي حدا الدار هازين. مازال ما نفطوش هاد هاد الجهه هادي مازال ما نفطوهاش وما شاء الله هزه حتى بلات ما شاء الله ولا قوه الا بالله. ما اجمل هاد المرحله ديال جني الزيتون. يا سلام انا بموت فيها والله انا بموت فيها. شوف ما شاء الله نعاونك عيشة شوية؟ أو ها غير كلتي نعاونك؟ ودابا قلتي لي قبيلة فوتي عليا. إوا ندير معاكم البركة ياك باش ناكل الزيت حلال. ياك ولا لا؟ تيعجبني لقطة أنا الزيتون. علاه؟ لا ما كان والو. غير ما تيصلحليش أنا. انا تلقط باش ما تقولوش راني ما لقطتش ما لقطتش. باش تحلي شويه الزيت باش ناكل الزيت حلال ياك عيشه. هي هذيك ايوا الرزق والبركه. البركه تحضر. البركه تحضر. ها هي ما قلوني ما عندهاش. شويه الانسان غير يدق زيت جديدة وشو ما شاء الله. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يا الله غادي نخليكم نمشي نصلي العصر. يا رب. إوا المهم احنا على اتصال. السلام عليكم من جديد. هنا بغيت نقل معكم كيفاش عملية طحن الزيتون.
هو السيد بدا تيدير الزيتون هنايا وهادو حجرات، يعني طريقة تقليدية، جد تقليدية. الفرق اللي كاين هو أن يدورو هاد الحجرات هادو تيدورو بالكهرباء. زمان كان تيدورو بالبهايم، دابا عصر السرعة وصافي الإنسان جات هاد القضية ديال المواكل الكهربائية. الصراحة هي تقليدية عصرية الصراحة. هذا هما هادو هما الشوامي، معرفتش تيقولو لهم باللغة العربية. كل عام تيتبدلو، ماشي تيبقاوش يعني كل مرة، ماشي متعددين الاستعمال. كل عام ضروري مول المطحنه تيشريهم. يدا هما الزيت فيرج ما شاء الله. دابا ملي تتعصر هي تجي هاد الانبوب. هاد الانبوب غادي حتى هاد الشريط كيما قلت لكم، هنا تيقطر الزيت تتقطر. هذا ملي سالا هاد باش عمر الزيتون مطحون، هو صافي غادي المرحلة الأخيرة باش غادي يبريسيها. هانتا ديجا الزيت هي تتهبط، ديجا تتهبط قبل ما يبريسيها، هي ديجا الزيت تتهبط. الزيت الزيت أو المرجان باش تصفى. هانتوما سمعو دابا ملي تيتعصر الهيه في البلاصه اللي فاش كنا دابا، هانتوما سمعوا الزيت تتهبط في هاد الشريش. طريقه تقليديه بسم الله. هذه عمليه ديال هو غادي يغسل الزيت من هاد الشوارج، هانتوما غادي تشوفوا معايا. هنايا تيهز هاد الفوقانية، الفرارة الفوقانية المرجان باش تبقى الزيت ديال صافية تحت.
صافية ما شاء الله، زيت بيض.